صباح الخير من جديد مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم بكل اللي انضموا لمتابعة البرنامج. احنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة لغاية الساعة 10 بفقراتنا اللي أعديناها حتى نقدمها اليوم. الفقرة الآن بدنا نحكي فيها عن بنك الطعام واستعدادات البنك للأضاحي وعيد الأضحى. شو الخطط، شو البرامج، شو المشاريع اللي الآن البنك بيشتغل عليها أيضا غير أضاحي العيد؟ فللحديث أكثر عن هذا المحور ومحاور أخرى سنناقشها مع مديرة البنك المهندسة كوثر القطارنة، اللي بتسعدني بالبداية أني أرحب فيها. أهلا وسهلا فيك باش مهندسة، وصباحك سعيد. صباح الورد، يا هلا. نبدأ بعيد الأضحى بما أنه قرب، كل عام وأنت بخير والجميع بخير. وبلشنا نشوف فعلا يعني إعلانات بالشوارع، دعايات لأضاحي العيد. شو اللي بيميز أضاحي بنك الطعام عن أي مكان آخر؟ صباح الخير بالبداية، وكل عام وأنتم بخير والمشاهدين الكرام بألف خير. بنك الطعام الأردني للسنة الرابعة على التوالي بيدخل بمشروع أضاحي الخير. الأضاحي اللي عندنا شوي برنامجها متميز عن باقي البرامج اللي تم طرحها في هاي الفترة. إحنا طرحنا نوعين من الأضاحي، نوع يوزع مبرد خلال أيام العيد. تعرفي ثقافة المجتمع عندنا والمواطنين بيحبوا يوزعوا اللحم خلال أيام العيد. فبنك الطعام الأردني كان على استعداد أنه يطرح هاي الأضاحي واللحوم توصل للأسر الفقيرة المسجلة لدينا خلال أيام العيد. النوع الثاني من الأضاحي اللي هي أضاحي مجمدة بتم توزيعها مع طرود الخير خلال أيام السنة. خلال أيام السنة، مش بس بالعيد. لا، مش بس بالعيد، لكن الأضاحي المبردة ثلاث أيام العيد. ثلاث أيام العيد، اللي هي من ثاني يوم. من ثاني يوم، مش من أول يوم. لا، من ثاني يوم ثلاث أيام. طيب الآلية، يعني مثلا شخص حابب أنه يضحي عن طريق بنك الطعام، شو الآلية؟ كيف بتواصل معكم؟ إما عن طريقة صفحة البنك على الفيسبوك، بالضبط، أو الاتصالات المباشرة مثلا بالبنك، أو أنه يجي على البنك نفسه اللي هو مقره بسويلح. بالضبط، إحنا عن طريقكم حابين أنه نوجه المواطن الكريم أنه بنك الطعام الأردني يعني دوام الأيام هاي طوال فترة النهار، بيقدر أنه المواطن الكريم اللي حاب يضحي مع بنك الطعام الأردني بالدخول على صفحة الفيسبوك يحكي لنا أنه أنا بدي أضحي مع بنك الطعام. إحنا بنتواصل معه ومنكمل الإجراءات، أو مثل ما حكيت أنه بنتشرف بزيارته عنا على البنك، أو حتى مندوب من عنا بيطلع لعنده إذا كان حضرته مش فاضي وبيتمم الإجراءات معه. وهي لأي حدا، مش بس مواطنين، عشان نوضح. حتى للجهات. أي بالضبط. شخص حابب أنه يضحي عن طريق بنك الطعام بيقدر أنه يتواصل ويضحي. كيف مثلا ألي أدي سعره أول إشي الخروف؟ سعر خروف الأضحي مع بنك الطعام الأردني 99 دينار. 99 دينار. بالضبط. إحنا عم نشوف البروشور و 99 دينار. كيف بتم دفعها؟ كاش قبل الأضحية؟ طبعا، قبل العيد بتم دفعها، وبناخذ اسم المضحي على اساس عندي الذبح يتم النية باسم المضحي، وبنبعث مسج للشخص اللي ضحى بانه تم ذبح الأضحية. الذبح هون ولا برا؟ لا، برا. الأضاحي الرومانية. الأضاحي الرومانية. في شخص بيكون متابع أو مراقب عملية الذبح؟ لأنه في ناس هاي النقطة شوي بتخاف منها، أنه ذبح حلال، خصوصا إذا كان ببلاد غربية يعني أو ببلاد أوروبية، يمكن شوي يكون عندهم يعني كيف بدهم يكون عندهم القناعة أو الثقة أنه طريقة الذبح على الطريقة الإسلامية. طبعا إحنا في بنك الطعام الأردني حريصين كل الحرص على أساس أنه نكون عند ثقة المواطنين، وكمان أنه الثقة أمام ربنا، أنه إحنا شغلنا الحمد لله يكون صحيح وبالسليم. فإحنا تعاقدنا مع جهة معها فتوى من دائرة الإفتاء بصلاحية الأضاحي. إحنا دخلنا معهم بشراكة، بتم الذبح، النية بتكون موجودة، بنبعث مسج للمضحي بنفس الوقت اللي تم ذبح أضحيته فيها. وبتم توزيعها طبعا بمعرفتكم على الأسر اللي
على الأسر اللي مسجلة أصلا في بنك الطعام. وبعدين بالضبط إحنا في عنا أسر فقيرة مدروسة مسجلة في بنك الطعام الأردني عن طريق الجمعيات الخيرية العاملة بالمحافظات كلها والتابعة لوزارة التنمية. في شغلة حابة أنوهها عليها، أنه حتى مواطننا الكريم أو أي شخص بضحي مع بنك الطعام الأردني بإمكانه مرافقتنا في خلال فترة توزيع اللحوم حتى يشوف الأسر اللي بيتم التوزيع عليها ومصداقية العمل لدى بنك الطعام الأردني. حلو كتير، يعني بيقدر أنه يرافقكم ويروح بالزبط. يشوف الأضحية وين بتتوزع. طيب هذا حلو كتير أنه بيعيد الأضحى والمجمدة كمان على مدار العام. الإشي الجديد كمان اللي حابة أن نحكي عنه في بنك الطعام صار اللي هي المنحة اليابانية اللي أخذناها من السفارة اليابانية. أنا بحكي أخذناها لأنه أنا عضو كمان متطوع يعني في بنك الطعام، اللي من بهاي المنحة قدرنا نعمل تبريد، غرفة تبريد وغرفة تجميد. هاي يمكن بتساعد أكثر إنه يكون في توزيع لحوم على الأسر المحتاجة على مدار السنة بشكل أكبر. طبعا نحكي أكثر عن هاي المنحة كمان والسيارة المبردة اللي أعطوها لبنك الطعام. طبعا يعني إنه كل الشكر للحكومة اليابانية، قدمت دعم كبير لبنك الطعام الأردني. بالبداية الدعم هذا ما كنا رح ناخده لولا دعم أمانة عمان الكبرى بإعطائنا المكان اللي إحنا موجودين فيه، لأنه السفارة اليابانية ما بتعطي إلا لأشياء ثابتة، فلما كان المقر والمكاتب موجودة السفارة اليابانية أعطتنا لتجهيز غرفة كاملة كتجميد للحوم، لحوم دواجن أسماك، وغرفة تبريد كاملة للألبان الأجبان الشغلات اللي سريعة لتبريد. وأعطونا كمان إحنا كان عندنا سيارة مبردة واحدة إهداء من جلالة الملك لناخد فيها الأكل الفائض من الفنادق والمطاعم. وبتعرفي إنه الفنادق موجودة بالأردن بثلاث مناطق اللي هي عمان، البحر الميت، العقبة. فإحنا كنا نخدم مناطق البترا ما بتتعاملوا مع فنادق لغاية الآن لا. فإحنا كنا نخدم مناطق عمان، ناخذ من فنادق عمان ونوزع على الأسر الفقيرة اللي بعمان، وكنا متمنين نوصل البحر الميت لأنه المناطق اللي هناك الكل بيعرف إنها مناطق جيوب فقر. فحاليا مع سيارة السفارة اليابانية إحنا رح نبدأ بالضبط، رح نبدأ مع فنادق البحر الميت. ومبارح كان في لقاء مع أول الفنادق إنه نبدأ إن شاء الله بعد العيد مباشرة. نتمنى نحصل على سيارة ثالثة لتكون لمنطقة العقبة. أي نعم إحنا بادين بالعقبة لكن بادين عن طريق الآيس بوكس، فبنتمنى إنه نطلع لسيارة المبردة حتى إنه نوصل الأكل والكل يكون مرتاح. أكيد، وبتكون الكمية أكبر وتوزيعها والسلامة أفضل، يعني السلامة الصحية يعني والغذائية أفضل. بس كمان مرة هيك نذكر المشاهدين على فكرة بنك الطعام، لهلأ مرات في ناس بس يسمعوا بنك الطعام شو يعني بنك الطعام. هي فكرة هذا البنك فكرته قائمة على توزيع الأكل الفائض من الحفلات، من الأعراس، في الفنادق، الأكل اللي مش مصيوب عشان كمان نوضح، الذي لم تمسه الأيدي، مش اللي بالصحون بالضبط. يعني الأكل اللي بيكون على البوفيه ما حدا أخذ منه. وإحنا بنعرف فكرة البوفيه إنه الواحد بياخد بكفكير، يعني بحط ما فما بحط برجع معلقته اللي استعملها على الأكل، وهذا كتير مهم الموضوع. بالضبط، إحنا الشيف نفسه اللي بيسكب يعني المشاركين بالمناسبة سواء مؤتمر أو مناسبات أخرى، هو نفسه اللي بيعبي صواني أسر بنك الطعام الأردني. بالضبط، وبيتم الاتصال معكم طبعا مع الفنادق اللي مرتب مع هذا الشيء إنه في عنا مناسبة، بيروح فريق من بنك الطعام ببكت الأكل، بنحط ب باكجز يعني هيك بتكون مخصصة اللي هي صواني القصدير الصغيرة لأسر خمس أفراد. بالضبط، وبتم توزيعها من خلال السيارات المبردة على الأسر المحتاجة. نرجع كمان مرة لموضوع الأضاحي لأنه كتير ناس الآن عم تسأل عن هذا الموضوع وكيف يتواصلوا معاكم. بنقول إنه التواصل من خلال صفحة بنك الطعام الأردني على الفيسبوك أو الاتصال بالعربي مباشرة. بنك الطعام الأردني أو حتى إحنا كاتبينها بالإنجليزي بالعربي، حتى ممكن جوردينيان فود بانك بتفتح على صفحة بنك الطعام وبنك الطعام الأردني بتفتح، في هناك التواصل كامل سواء العنوان بالتفصيل، التليفونات، صندوق البريد. إحنا المواطن اللي بيقدر يوصلنا
بنتعامل معه، واللي احنا اللي ما بيقدر برضه احنا بنوصله. وغير الصفحة ممكن أنه يزوروا مقر البنك الكائن في صويلح خلف المسجد الشيشاني تقريباً بداخل مبنى الاستثماري لأمانة عمان الكبرى، إحنا الطابق الأرضي. أيضا مشاريع أخرى بعد العيد عم تشتغلوا عليها؟ أنا حابة كتير أنوه على صناديق جمع التبرعات العينية. إحنا تعاقدنا مع المولات الكبيرة بداخل العاصمة عمان حتى أنه نحط صناديق لجمع التبرعات العينية من المواطنين الكرام. بتعرفي إحنا مواطننا معطاء، حتى ما نأثر على المول، فهي صناديقنا موجودة ما بعد الكاش، بحاسب المواطن بيطلع بيكون صندوق بنك الطعام الأردني موجود، ممكن يحط لنا فيه سكر أو شاي أو رز أو معلبات أو بقوليات، عدس، معكرونة، حمص، أي شيء جاف جاف إحنا بناخذه من هاي الصناديق وبتم تعبئته بصناديق كرتون وتوزيعه على الأسر الفقيرة. هذا على مدار العام، مش فقط على مدار يعني العام. في رمضان أو في مواسم معينة، لا هذا على مدار العام. يعني اللي شاري ومتسوق لو يعني من نفس الايتمز أو الأشياء اللي اشتراها، السلع اللي اشتراها وحطها بالعرباية، لو حط له زي ما قلنا علبة تونة، كيس معكرونة، كذا، يعني مش رح تأثر عليه بنص دينار ولا بدينار أو 70 قرش، مش رح تأثر على ميزانيته، لكن بتفرق مع الأسر وبتفرق مع الطرود. يعني بالزبط. لما إحنا بتم جمع كل هاي التبرعات، تبرعات عينية مش مادية، لكن التبرعات المادية على حساب البنك، على حساب بنك الطعام الأردني في بنك القاهرة عمان 649-242، للي بحب أنه يتبرع ماديا بالزبط لدعم البنك. بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. كل عام وانتم بخير، يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. البنك كتير عم بتطور، يعني بفترة فعلا قصيرة، لكن أثبت وجوده وأثبت جديته في العمل. الحمد لله. في مساعدة الأسر المحتاجة. الحمد لله. ونتمنى دائما نكون عند ثقة مواطننا الكريم والجهات اللي داعمة لبنك الطعام الأردني. شكرا لوجودك معنا باشمهندسة كوثر القطامي، مديرة بنك الطعام الأردني. الله يسلمك. بما أنه عم نحكي عن الطعام، فبنا نشوف تقرير عن خبز الصاج أو خبز الشراك على الصبح وبعدين نكمل فقراتنا بالاستوديو. خليكم معنا.